شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، فقد انتهى بنا المقام في درسنا السابق عند تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري، وإن كان هذا التبويب لم يقع في بعض النسخ، لكن كثيرا من رواة صحيح الإمام البخاري أثبتوا هذا التبويب، وهو باب لا يستنجى بروثه. نستمع إلى هذا التبويب ثم نعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يكون إن شاء الله الفوائد والتعليقات وشرح الغريب. نستمع. تفايا عبد الرحمن. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يستنجى بروث. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبي عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيهم بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روسة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروس وقال: هذا رك. فقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن. نعم. إذن إخواني في الله، هذا حديث تحت هذا التبويب، وهنا قبل أن نتكلم عن متن الحديث لابد أن نفهم معنى قول المصنف قال: ليس أبو عبيدة. هنا حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره. لما قال أبو إسحاق هذه العبارة؟ لما قال أبو إسحاق هذه العبارة؟ طبعاً أبو إسحاق السبيعي ممن أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد اختلط بأخرة وعنده تدليس، وذكره الحافظ ابن حجر طبقة ثالثة، ولكنه ثقة لنفسه. وهنا قال ليس أبو عبيدة ذكره. حقيقة السبب في ذلك هو أبو عبيدة. من هذا أولا؟ من يعرف؟ تفضل. ابن عبد الله ابن مسعود. فأبو عبيدة هذا ابن عبد الله بن مسعود، وحقيقة اختار الحافظ ابن حجر أن ابن عبد الله بن مسعود على الصحيح لم يسمع من أبيه، على الصحيح لم يسمع من أبيه. فمعنى كلام أبي إسحاق أنني أروي هذا الحديث عن غير أبي عبيدة حتى لا تظنوا أن هذا الإسناد منقطع، لأن أبا عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه على الصحيح من كلام أهل العلم. فبالتالي أراد أبو إسحاق، لأنه يروي عن أبي عبيدة
في غير هذا السياق، فأراد أن يبين أن الرواية الآن التي هي أذكرها لكم الآن هي عن غير أبي عبيدة. لما؟ لأنه وقع في غير الصحيح أنه روى نفس الحديث عن أبي عبيدة، روى نفس الحديث عن أبي عبيدة. إذا من يعيد لي الجواب؟ لما قال أبو إسحاق الشبيعي الإمام المتفق على روايته ولكنه اختلط بأخرى وعنده تدليس، لما وذكر الحافظ ابن حجر أنه في الطبق الثاني ممن لا تخبر روايته إلا إذا صرح بالتحديد؟ لما يقول ليس أبو عبيدة ذكره؟ لذا تفضل. بداية الغزر وليدة كبيرة لأبي عبيدة ويستطيع أن يسمع من أبيه، وقال الإسحاق حتى نتظر أن هذا الإسلام من أبوه؟ أبي إسحاق أبي عبد الله بن مسعود. من أبو عبيدة؟ تفضل. الصحابي عبد الله بن مسعود. فإذا هذا أبو عبيدة ما به علاقته مع أبي من ناحية السماع والرواية؟ تفضل. لن يسمع من أبي. فإذا اتضح الآن السبب لما قال أبو إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، لما ذكر ذلك؟ تفضل. لما ذكر ذلك؟ إذن هذا أولا، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه على المختار الصحيح من كلام أهل العلم. السبب الثاني، السبب الثاني تفضل. نعم، أنه قد رواه عن أبي عبيدة ولكن في غير الصحيح، فأراد بقوله هذا أن يقول أنني أروي هذا الإسناد الآن وأني أروي هذا الحديث الآن عن غير أبي عبيدة، فبالتالي يصبح الإسناد متصلا. فلذا البخاري رحمه الله الحديث الذي في خارج الصحيح فيه أبو عبيدة وروى عنه أبو إسحاق لم يروه ولم يخرجه في صحيحه، والإسناد الذي فيه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أخرجه في صحيحه. فهذا هو صنيع الإمام البخاري، أنه ينتقي الأحاديث الصحيحة في كتابه وحتى عن نفس الراوي ينوع، فرواية ضعيفة ورواية صحيحة. رواية ضعيفة عن أبي عبيدة والرواية الصحيحة عن عبد الرحمن الأسود، فبالتالي أخذ الصحيحة وطرح الضعيف.